تشكل خطوط المواجهة في ريف حلب عموما وعفرين خصوصا خاصرة الجيش الوطني الهشة لكثرة عمليات تسلل عناصر قوات سوريا الديمقراطية قسد وقوات النظام عبرها والتي ينتج عنها قتلى وجرحى دون أن تتخذ قيادات التشكيلات المسؤولة أي إجراءات لصد هذه العمليات كتدشيم نقاط المراقبة وزيادة أعدادها وأعداد العناصر حتى إنها لم تحاسب قائد المحور. عملية تسلل جديدة في وضح النهار على المحور الحساس راح ضحيتها عنصران من فيلق الشام تضاف إلى عشرات العمليات التي نفذها عناصر قسد من المحور ذاته، الأمر الذي فتح باب التساؤل للناشطين والأهالي عن ماهية هذه النقطة متسائلين هل هي ضمن خطوط الدفاع أو لتحقيق مصالح أخرى. الناشطون اتهموا قيادة فيلق الشام بالاستهتار بأرواح عناصرها ويرون أن هذا المحور ما هو إلا خط للتهريب لتحقيق منفعة مادية عبر تحويله من محور قتال إلى معبر لتهريب البشر وإدخال المخدرات التي تصنعها ميليشيا حزب الله في بلدة الزهراء إلى المناطق المحررة. تشعل هذه الخروقات موجة غضب عارمة شمال غربي سوريا خاصة أن قادة الفيلق لا يكترثون لهذه العمليات التي ينتج عنها قتلى من جنودهم، فهل ستبقى محاور الاشتباك ومنها باصوفان كباشين بهذه الهشاشة أم سيتم تحصينها لمنع عمليات التسلل دون إيقاف عمليات التهريب أو إيقافها لامتصاص غضب الأهالي؟